معصوب وشكشوكة، والفول داك المبخر والمطبق واللقيمات. تعالي حبيبي والفطور على حسابي. خلاص بكرة بجي وبجيب العيال معي كلنا نفطر عندس. ايش شكله هذا؟ هذا مجنون ولا أهبل؟ كيف أفهمه؟ غبي. أسمع، لا أبغى خويانك ولا أبغى أخوانك ولا أحد ما يجي معاك، أبغاك بطولك، وإذا ما جيت مالك فطور عندي، فاهم ولا؟ طيب خلاص خلاص أبجي لحالي، بس أهم شيء أبجرب الفول المبخر ذا والمعصوب، ولا تنسين الشكشوكة، ترى أنا أحب الشكشوكة بس بدون طماط علشان الحرقان. يا أهلاً وسهلاً. هلا والله وسهلاً. يا ألف ومية مرحبا، يا مرحبا، دوب ما نور المطعم. سكت الباب. إيوه أنا قلت لها، أسكت بس أنت تعال، تعال أبغاك، أجلسي. أم عاد، الأكل ذا كله لي أنا. وتستاهل أكثر لو قدرت أسوي لك. الحمد لله إنك ما جبت أحد معاك، لأنه في موضوع بيني وبينك أبغى أقول لك عليه. كرومي. ترى طايرة بالعجة، من أمس كرومي كرومي كرومي، أنا ماني بكرومي، أنا عامر علي. اوكي، واذا ما انت مصدقه الحين اوريك توكلنا. ها شوفي، عامر علي ومطعم ثلاث تطعيمات. لا راح تفكيرك للغلط. انا اقول لك، انا من 20 سنة وانا عايشه وحدانيه. من يوم ما توفى كرومي الله يرحمه زوجي، عشت لعيالي وعشت الخير هذا اللي انت شايفه. عندي سلسله مطاعم في المملكه زي ما انت شايفها، بشتغل واشقى. عمري ما فكرت اني اتاهل او اتزوج أو يكون معايا إنسان، لكن من يوم ما شفتك تشبه كرومي، فيك شبه كبير منه، عشان كده أنا محتاجتك. ما في موية؟ يا ماد بالحلال بالحلال. إي بس أنا طفران، وفطوري وغداي وعشاي كله تحديات. يا ماد طفران بلا طفران، أنت لما حتتجوزني حتملك قصر وأعطيك أفخم سيارة، وحتى كمان أعطيك 5000 ريال في الشهر راتب، وألففك العالم اللي ما كنت تحلم بيها. ها إيش قلت؟ والمقابل وشه؟ الزواج يا تنك، قصدي يا كرومي.